رجل عمره تجاوز 80 ولكنه مدخن، وعندما يأتي رمضان ويصوم يبقى منزعجا ثائرا غضبان طوال اليوم، وأخلاقه من أسوأ ما يكون. فإذا أذن المؤذن ودخن ارتاح وهدأت أعصابه، فهل نشجعه على الإفطار ونحن أبناؤه؟ بئس الأبناء أنتم، بئس الأبناء أنتم، تشجعون أبيكم، تشجعون أباكم على الإفطار والدخان حتى أنتم ترتاحوا. وهذا يذكرنا بمن يقول: هل تشجعنا أن أجعل أبي في بيت العجزة حتى نرتاح؟ فما هو كبار السن، سواء بدخن ولا ما بدخن، بدهم صبر. ألم يقل إن الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ لما؟ لأنه متى؟ وإما يبلغن عندك الكبر، سن الكبر هو سن الإزعاج. كل ما يكبر الأب بصير أولاده ينزعجوا منه. هون الصبر، هون الأجر. ولا إيش أنت يعني والدك هو إيش بربي فيك؟ بستنى منك تسانده. قال: والله ربناك، بس كبرت وين؟ والله يا باطل اللي عقد في الإمارات هيني مسافر. بئس الإبن، ما صدقت وانت تكبر حتى تكون حوالي وتساعدني وتساندني، جاي تقول لي طلع لي عقد في دولة برا بدي أسيبك، ببقى بعت لك مصاري، خلي المصاري لك. فبالتالي إخواني في الله، هذا الأب لابد أن نتحمله، لابد أن نشجعه، وأن نبحث عن طرق تهدئ أعصابه. جوزوه يا أخي، خلي مرت أبوك وجوز أمك ميتة، خليها تنعنشوا، حتى لو مو أخا، ما هو جوز بتفشش، أنت بتفكر من الدخان بتفشش لأنه ما عنده مرأة، أو المرأة اللي عنده ما هي على السكراب، عفوا مع الكلمة، يعني مريضة وكيس دواء حاملة ولا شو الدواء. كل ما بده يحكي معها كلمة ثانية برضه هي معها ضغط وسكر وعصبية. عم ارحمونا مشان اللي خلقك، وخلي ابوك وينعنش له شوي. الجو الى الحلال، ابحث عن طرق حلال وليس عن طرق حرام. والله هذا السؤال لا يصدر من صاحب دين. نفطر ابونا نخليه يدخن، وفي رمضان نفطره على معصية الله؟ زي اللي أجاني سؤال قبل فترة، أبوي عمره 85، هذا 85 وهذا 88، قال أبوي من جديد صار معه فقدان ذاكرة ومسكتش، بظل يحكي وإحنا مش طايقين نعطيه دواء نسكته. لا، أقتلوه بالمرة، دم يعطوه دواء إيش؟ لا، مش متحمل أبوي يحكي. أما تحملك أنت وأنت تصرخ له في الليل وانت تعيط له حفاضتي، يقوم لك في الليل ثنتين في الليل وثلاث في الليل وترطح فيك على المستشفيات، واقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لانه كبر ابوك مش متحمل حكي وقاعد بيضل يحكي. شوف هالمبرر، عشان بيضل يحكي بده يعطي ايش؟ منوم. قلت له: طب هذا المنوم شو بقول لك الدكتور؟ قال يعني ضرره مش كثير، يعني في ضرر بس ايش؟ يعني بجوز يصمد اسبوعين ثلاث شهر شهرين ولا ايش؟ لو قالت له. شو هالأسئلة اللي بتجينا يا جماعة في زمن الأخوه؟ بس يكبر الأب ما حدا طايقه، بس يكبر الأم ما حدا طايقها. الله أكبر يا جماعة، معقول إحنا في ديار إسلام في ناس هيك بتحكي؟ الأب يا زلمة بس يكبر بدك تتمسك فيه بزيادة، كلما أذاك زدني أذى يا أبي، والله هذا الأجر. أمك بتبهدلك، راحتك يا أم، عيني في الأرض، أنا ما بناقشك، بهدليني احكي عن اللي بدك اياه، بس ما بحكي لها هيك، انا في مضمر في نفسي عشان يجيني الاجر والثواب. يا رجل ما هو التوفيق من الله، ما هو انت قاعد تتنمرد على امك ولا على ابيك، بكره بيجيك واحد بحطك في السجن، تجي لك قضايا هيك، واحد يتبلى عليك، مش انت بتقول امي وابوي يتبلوا علي؟ امك وابوك يتبلوا عليك؟ طيب موافقين، بس هذول ارحم الناس فيك، بس انت قاعد بترد عليهم بتسمعهم حكي، بتخافش يجي يتبلوا عليك السعران اللي في الشوارع ويرموا لك قضيه، ولا انت مرمي بين المخدرات والسجون؟
شوف عاد التبلي وقتيته ايش. اول ما تخش بيعروك، بديش اقول لك شو بصير، ما بدي اقول لك الكفوف اللي راح تاكلها والشراويط والاشياء اللي عمرك ما سمعت فيها، بديش احكي لك الوساخه اللي بل عليك امك وابوك. ها يا سيدي يتبلوا علي من الصبح، شو تبلوا عنك؟ انك كسول ولا غبي ولا قليل ادب؟ هذا تبلي؟ والله يا اخي والله تفتحوا الناس موضوع بر الوالدين، لانه انا بلشت امرض وانا درست كتاب بر الوالدين للامام البخاري وعايشت اشياء كثيره في مجتمعنا، بتجينا اسئله تنم انه مجتمعنا قاعدين ماشيين نتشبه بالكفار. نسأل الله الرحمة لنا ولكم.